النجاة هو الحياة والمنتهى، باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء. طوق النجاة هو الحياة والمنتهى، وبقدرتك يا خالق الليل والنهار تقبل دعاء قلب كل مناه رضا. وبقدرتك يا خالق الليل والنهار تقبل دعاء قلب كل مناه رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأت بسم الله ثم الحمد ثانيا، فحمدا لربنا وشكرا لمولانا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي أقمت بها الأكوان من حضرة الغنى. فندعوك يا الله يا مبدئ الورى، يقينا يقين الهم والكرب والعنى، حلقة من حلقات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نتحدث فيه اليوم عن اسم الله سبحانه وتعالى النور. الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لو نظرنا إلى هذه الآيات، هذه الآيات أو هذه الآية، ما معنى كلمة النور؟ النور هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة رضوان الله عليهم هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة العروج، قال نور أنا أراه. فالله سبحانه وتعالى هو النور. وكذلك عندما جاء بعض الناس من اليهود وسألوا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له أين وجه الله، هل وجه الله يعني تجاه المسجد الأقصى أو تجاه المسجد الحرام، فذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الإمام علي كرم الله وجهه وقال أغيث الإسلام يا علي. فالإمام علي كرم الله وجهه قال آتوا إلي بحطب، فجاءوا بحطب وقاد فيه النار. قال أسألكم معشر اليهود أين وجه النار وأين ظهر النار، قالوا ليس للنار وجه ولا ظهر. قالوا ألم تقولوا في توراتكم على أن الله هو النور وعلى أن النور مبعثها النار، كما أن ليس للنار وجه ولا ظهر، كذلك نحن نقول في القرآن الله نور السماوات والأرض. فالنور هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نأتي في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أيهما أسبق، النور أم الظلام؟ يعني نحن الآن في أحيان يكون في نور وأحيان يكون ظلام، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الظلام قبل النور، هذا في المخلوقات. لو نظرنا كيف الظلام قبل النور، بعض العلماء بحث وقال على أن الظلام قبل النور، ولذلك عندما يخلق الجنين
في بطن الأم خلقه في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، هذا ما أثبته العلماء حديثا على أن في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة، هذه الظلمات الثلاثة في بطن الأم. أنا بين إيديك يا كريم، كرمك ملوش آخر، يا خالق الكون بالحساب والكل شيء آخر. لما نأتي إلى موضوع النور، النور كيف إذن المولود أو كيف الإنسان عندما يرى شيء؟ عندما يرى الإنسان شيء العدسة بتاعت العين مظلمة، ولذلك الدليل على ذلك أن الإنسان لا يرى أبدا ولا يبصر أبدا في الظلام، إنما يبصر في النور. فعندما يأتي نور تترسم الحلقة تديله الإشارة معكوسة، ثم بعد ذلك تنبعث، ثم بعد ذلك يرى الإنسان النور. ولذلك اكتشف حديثا من هذه من هذه النور العدسات، ومنها عدسة الكاميرات وعدسة الموبايل في نقل الصوت والصورة من مكان إلى مكان. ثم نأتي إلى موضوع النور. النور، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الصبر ضياء والصلاة نور، يبقى هل هناك فرق بين الضياء وبين النور؟ الضياء يكون مبعثه من ذاته، ولذلك عندما قال الصبر ضياء والصلاة نور، أغلب العلماء يقولون على أن الضياء أكبر بكثير من النور. طب كيف يكون الضياء أكبر من النور والله نور؟ لأن النور من أسماء الله سبحانه وتعالى النور، لكن لما نأتي إلى النور، اسم من أسماء الله ومن مخلوقات الله النور. عرفنا الآن على أن الظلام الأول في بطن الأم، ثم بعد ذلك الليل أسبق من النهار، ولا الليل سابق النهار. في بعض العلماء يقولون على أن الليل لم يكن أسبق من النهار، على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليل والنصف الآخر ظلام، لكن دائما الليل أسبق من النهار. يعني ليلة القدر بتكون الليلة بالأول، يعني ليلة 27 يبقى الليلة 27 الليل الأول، أو ليلة الجمعة يبقى الليل الأول، يبقى الليل أسبق من النهار عند بعض أو عند كثير من الناس. الليل يكون مظلم ثم بعد ذلك ينسلخ منه النهار. حناتي لجزئية ثانية في النور والضياء، أيهما أكبر، النور أم الضياء؟ ضياء الشمس أكبر لا شك من نور القمر، ولذلك عندما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور، نقول على أن الصبر أقوى من الصلاة، لأن الصبر ثمرة من ثمرات الصلاة. طيب عندما نأتي إلى النور، كيف خلق الله سبحانه وتعالى النور؟ مجموعة ناسا الآن عندما ذهبت إلى الفضاء اكتشفت على أن الكون كله خارج ناسا ظلام تام دامس، يبقى النور بس في الكرة الأرضية. زمان قديما كنا عندما ندرس في الابتدائي أو في دراسات بسيطة كنا ندرس على أن الشمس الأول هي التي مبعث الضوء، ثم بعد ذلك القمر يأخذ نوره من الشمس، يبقى القمر بيأخذ نوره من الشمس بيعكسه، يبقى الشمس منير والقمر شيء مظلم. ولما راحوا للقمر وجدوه فعلا صخور مظلمة. طيب القرآن الكريم عندما قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. ننظر إلى هذه الآيات، نعم أن القرآن الكريم يتحدث بالتفصيل عن الكون، ولذلك أفضل ما قيل قيلت لو نطق الكون لصار قرآن، ولو تكون القرآن لصار كونا، فالكون والقرآن وحدة متصلة. القرآن آية الله سبحانه وتعالى المنظورة، أو إن شئت قل آية الله سبحانه وتعالى المقروءة القرآن، والكون آية الله المنظورة. فالإنسان يجمع بين آية الله المقروءة القرآن
وآية الله المنظورة الكون. طب عندما يقول الحق سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، يبقى الشمس واضحة، والقمر إذا تلاها يبقى القمر مثل الشمس تماما، والنهار إذا جلاها يبقى النهار هو الذي يجلي نور الشمس، النهار نفسه هو اللي بيجلي نور الشمس. طيب كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما العلماء كثيرا يبحثون الآن على شيء عظيم جدا. ما هذا الشيء العظيم الذي يبحثه العلماء الآن؟ في نور يسمى نور الفلق. نور الفلق هو النور الذي يكون قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس مباشرة ما يسمى بالفلق الأبيض، يعني النور في السماء أبيض يأتي قبل طلوع الشمس. ما هذا النور؟ نعم القرآن الكريم أقسم به، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما هي حقيقة النور الذي يكون قبل طلوع الشمس اللي هو النور ده؟ حير العلماء كلهم. طب نحن نقول الآن على أن النور من الشمس، نور النهار من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، النور على أن النور بيأتي أو الضياء بمعنى الأصح من الشمس. ما هي حقيقة النور التي أو الذي أو ما حقيقة النور الذي يكون قبل طلوع الشمس؟ هذا ما يسمى بالفلق. الفلق لا يوجد كوكب ولا يوجد شيء، يبقى هذا النور هو من عند الله سبحانه وتعالى من أسماء الله النور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على أن يوم القيامة أو النور الذي يكون يوم القيامة مثل نور الفلق، يعني قبل طلوع الشمس. الشمس لا شك أن فيها حرارة وفيها نور، والقمر فيه نور دون أن يكون فيه حرارة، لكن نحن الآن اتفقنا على أو ما أثبته العلم الآن حديثا على أن القمر جسم مظلم، وعلى أن الشمس كذلك مظلم. كيف يكون الشمس جسم مظلم؟ إزاي يعني يكون الشمس لك يأتي لنا نور على الكوكب الأرضي؟ يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا جبار يا متكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على أن يوم القيامة أو النور الذي يكون يوم القيامة مثل نور الفلق، يعني قبل طلوع الشمس. الشمس لا شك أن فيها حرارة وفيها نور، والقمر فيه نور دون أن يكون فيه حرارة، لكن نحن الآن اتفقنا على أو ما أثبته العلم الآن حديثا على أن القمر جسم مظلم، وعلى أن الشمس كذلك جسم مظلم. كيف يكون الشمس جسم مظلم؟ إزاي يعني يكون الشمس جسم مظلم ومع ذلك يأتي لنا نور على الكوكب الأرضي؟ لو خرجنا من غلاف الكوكب الأرضي إلى آفاق السماوات، الكون أغلبه ظلام. ولو ضربنا مثل نبسط المعلومة، لو أن هناك نار والنار كثيرة جدا وحريق شديد جدا، تجد أن بجوار النار تماما ظلام، يعني جسم ملتهب. فالشمس جسم ملتهب حرارة شديدة، لكن تنفس النهار هو الذي يعكس نور الشمس لنا، وكذلك هذا الانعكاس يأتي إلى القمر، فنور الشمس ينعكس على القمر وينعكس علينا في النهار. يبقى الصبح إذا تنفس تنفس الصبح هو الذي فيه
انعكاس الضوء الذي يأتي من الشمس. ولذلك صدق القرآن عندما قال والشمس وضحاها، يبقى الشمس واضحة، والقمر إذا تلاها زيها، والنهار إذا جلاها، يبقى النهار هو الذي يجلي نور الشمس، الذي يكون الفلق يأتي بداية للفلق، ثم يأتي بعد ذلك انعكاس لضوء الشمس على أن يكون نصف الكرة الأرضية تقريبا مضيء. نعم، في الكرة الأرضية مثلا نجد أن أحيانا يكون 6 شهور ليل وست شهور نهار، وأحيانا يكون 3 شهور ليل والباقي كله نهار. يبقى إلا أن في منطقة الشرق الأوسط أو أغلب القارات الموجودة على أنها يكون فيها الليل والنهار كل 24 ساعة، إلا أنه يزداد النهار في الصيف ويزداد الليل في الشتاء، الأغلبية يزداد. هذه الحركة التي يخلقها الله سبحانه وتعالى أكثر أو قبل خلق الإنسان على الكوكب الأرضي، ما أثبته العلم الحالي الآن أو العلم الحديث الآن على أن هذه الحركة كانت كذلك لمخلوقات قبل خلق الإنسان على الكوكب الأرضي. هذه المخلوقات التي كانت قبل خلق الإنسان على الكوكب الأرضي كانت له الحركة كذلك النور، وكانت له حركة الظلام. هذه الحركة النور والظلام كانت للمخلوقات تسمى الحن والبن والطم والرم. الحن والبن والطم والرم كانت هذه المخلوقات موجودة على الكوكب الأرضي، لها الليل ولها النهار. لكن عندما عبر القرآن الكريم يعني خلق السماوات والأرض في 6 أيام، 6 أيام، هل طب نحن اليوم نقيسه بحركة الشمس وبحركة دورانها حول الأرض، دورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس، يعني السنة أو اليوم، وتدور هذه الدورة يوميا كل 24 ساعة في أغلب منطقة أو في أغلب منطقة الشرق الأوسط أو في أغلب مناطق الكرة الأرضية، إلا أن في الكرة الأرضية 6 شهور ليل و6 شهور نهار. كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام؟ كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات في 6 أيام؟ إما أن تكون بمقدار الساعات 6 أيام هكذا، وإما أن يكون بالمقدار عند ربك، لأنه الزمن بيختلف من كوكب لكوكب ومن مكان لمكان. هذا ما يثبته العلم الآن عندما الحق سبحانه وتعالى قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نحن نعد اليوم بتداول الشمس والنهار والظلمة، يبقى يوم، ثم بعد ذلك اليوم الذي يتلوه، ثم 4 شهور يبقى فصول السنة وحولها، يبقى الشمس والنور بيحسب لنا حسابات دقيقة. لكن كيف وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ عنصرية الزمان على الكوكب الأرضي يختلف عن عنصرية الزمان في الآفاق. يبقى الاكتشاف الحديث يثبت ما أثبته القرآن الكريم قبل هذه الاكتشافات الحديثة على أن الشمس والقمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى وكلاهما مظلم، وعلى أن الكواكب كلها مظلمة وأغلبها مظلمة، وعلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان داخل أو داخل الخلق في ظلام تام بنور الله سبحانه وتعالى، لأنه اسم من أسمائه النور، لا يستطيع أي مخترع أو صاحب الصنعة أن يصنع أبدا مطلقا في ظلام، لابد أن يصنع، يحتاج إلى النور، لكن الله سبحانه وتعالى يصنع الصنعة في الظلام التام، لأن الله سبحانه وتعالى هو النور. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحمتك يا ربي مفتوح للدعاء، طوق النجاة هو الحياة والمنتهى. باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء، طوق النجاة هو الحياة والمنتهى.
يقبل دعاء قلب كل مناه رضا. دعوة.